بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة النيل الرياضية أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. من استاد القاهرة يحييكم معلقكم الرياضي أشرف محمود، وأحداث اللقاء المرتقب، لقاء الحسم، لقاء المفترق، مفترق الطرق، إما الصدارة بإذن الله أو المركز الثاني على كل الأحوال. ونصعد مع النادي الأهلي سفير الكرة المصرية إلى الدور نصف النهائي. انطلقت على بركة الله. الوفد وصفت المباراة بمعركة تحديد المصير. وادي على طول معدية يا راجل يا راجل، هي ركنية رقم 4، مش ممكن. روزا اليوسف قالت الأهلي بروح الأبطال يواجه تحدي الأفياء. اتلعبت داخل منطقة، معدية يرضى يرضى يا فلافيو. نشوف على طول جيلبرتو مين مقابل يا راجل، ولكن هي مرة تانية ولا ايه؟ يا مفترق الطرق، لقاء الحسم. ادي حسن مصطفى بيحط الكرة على طول، حلوة حلوة ومفيش تسلل، ويلا يا متعب يا راجل يا راجل يا راجل يا سلام. لما ما ترضاش كرة القدم، هترضي امتى وتليني امتى وتقبل يعني الشباك تقبل امتى؟ جاية جاية جاية، اهو اهو ده بركات بركات، يا سلام. في سباق يعني اصبع ممكن، والمحاوله عند متعب وعند جيلبرتو، النظره خدها متعب، والتسديده حلوه 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 والله حلوه. بقول لحضراتكم لعبه كره القدم لعبه محاولات. في الشمال لفلافيو، فلافيو بيلعبها اماميه لعل وعسى تصل الى بركات ودفع، واعتقد ضرب الجزاء ولا ايه؟ هنشوف حكم اللقاء رايح مدي على خط ال 18 يا راجل يا عزاز. حلوه 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 حلوه، ما تزعلش يا جيلبرتو. في الدوري الانجليزي جنبا الى جنب مع زميله احمد حسام ميدو. ادي المحاوله وادي الفرصه، بيحاول لكن بيضغط عليه اثنين ثلاثه من لاعبي النادي الاهلي، وترتد قويه. ده الكلام اللي بنقول عليه، يا سلام يا حضري، رغم انه ما مسكهاش انما شوفوا حضراتكم ده الكلام اللي بنقول عليه. على خط ال 18 ما يتظهر، لكن لعبها لفلافيو، فلافيو بيسندها كده على طول لحسام عاشور، لازم يلعب اسرع. اتلعبت على طول لمتعب، متعب على طول حطها لكن في ظهر اسلام. حلوه الهجمه لانها سريعه، اتلعبت العرضيه مش مظبوطه، واجول ولا ايه يا راجل؟ يلا 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 يلا. الله يرحمك يا كابتن لطيف، كان لازم نقول الكرة دي يا شيخة خشي يا شيخة خشي، مستنية ايه؟ حرام عليكي والله، حرام يا كرة، حرام حرام حرام. الكرة اللي فاتت شوفوا حضراتكم، شوفوا حضراتكم، لسه لسه. للنادي الاهلي هيلعبها بركات بالقدم اليمنى، معديه وضربه الراس، ويا سلام. بيقولوا ايه؟ بيقولوا لمسه، لكن هو بيقول بره الملعب رمي التماس. هي هنا الطرف اليمين هناك عند اسلام، استلم مره ثانيه، هل يعمل اماميه؟ لعب الاماميه، استلم بصدره لكن خدها مره ثانيه وسند وتسديده، لا سهله يا بركات. بعد فتره غياب اشعر ان لياقته البدنيه مش مكتمله، اشعر شعور يعني نتيجه طبعا الغياب عن المباريات فتره. ادي محاوله ودخول داخل منطقه 18، خطيره خطيره خطيره. ايه اللي بيعملوه دفاع النادي الاهلي؟ ادي الراجل حاطط ايده على راسه، تعبير صحيح. انتوني جان جوسام بيجي في الطرف اليمين، ادي عماد متعب، وملعوبه حلوه حلوه حلوه، ويلا يا فلافيو روح روح يا راجل روح يا راجل، واستنى استنى، حلوه حلوه. يا يا راجل بتعمل ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن، احلى واسرع واخطر كره للنادي الاهلي في هذا اللقاء، مش ممكن. عماد متعب يعني هو اللي لعبها لفلاف عند ياو كواسي، ياخدها على طول بركات. لو في سرعه في خطوره يا جماعه، في سرعه في خطوره. ادي ابو تريكا بيحطها في الشمال، في لعيب واقع منهم طبعا. الهجمه مع النادي الاهلي، بيعدي بشكل حلو، حلوه يا جيلبرتو، والعرضيه يا راجل. ايوه يا راجل ايوه يا راجل ايوه 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 يا جيلبرتو، يا سلام يا جيلبرتو، والله تستحق والله تستحق. والتشجيعه دي لجيلبرتو، التشجيعه دي لجيلبرتو،
صنع الفرصة وصنع الهجمة ولعب العرضية وخطأ بسيط بيحط رجله معاه المدافع وفلافيو. اوكي الهدف لفلافيو، لكن جيلبرتو له التحية وله التقدير ولها الفرحة، تلك هي الجماهير التي تعبر عنها وتعلنها في سماء استاد القاهرة. الفرحة حلوة، شوفوا جيلبرتو، شوفوا يا جماعة، ادي لمسة، ادي الرجلين مع بعض. اشك ان فلافيو لمس، لكن هو الراجل عمل المحاولة وحطها هي مرة تانية، اهي معدية. لا والله، يعني هم الاثنين داخلين، وادي التالتة، والتالتة تبتة، وفي الاعادة افادة محطوط رجله. يبقى اذا هدف لفلافيو، وصناعة الهدف اللي هي اجمل واحلى من تسجيل الهدف لجيلبرتو. اهو محاولة مرة تانية عند جيلبرتو، يسندها حلوة 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 لابوتريكا، وعايز يحطها، حطها حلوة. يلا يا فلافيو، منطقتك منطقتك وشغلك فين؟ شغل زمان يا بوتريكا. لو مشيت يا جميل، لو مشيت. نتمنى تستمر النتيجة هكذا. وصلت إلينا المعلومة، إذن 2 الترجي 1 الهلال. نلعب ايضا هناك في الدقائق الاخيره كما هو الحال. وادي ابو تريكه، وابو تريكه، ابو تريكه يا فنان يا فنان يا ابو تريكه يا ابو تريكه يا ابو تريكه يا راجل، تسلم كلك، تسلم رجلك، تسلم اهدافك، يسلم فكرك وحضن الدفء، حضن الحنان. لمين؟ للدكتور اللي عالج والخبير اللي اصر، ايهاب علي، ومعه مانويل جوزيه. الفرحة للنادي الأهلي، الفرحة للنادي الأهلي. ثنائية، أبو تريكة يحرز هدفه الثالث في مرمى فريق أسك، يحرز هدفه الثالث. هادي 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 الزئبقي، وادي الغزال، وادي الشاطر، فرائع. هادي شوفوا حضراتكم، قطع الكرة، استثمر الخطأ. شفتوا حضراتكم، ادي الخطأ، ادي السرعة، ادي المهارة، ادي الكرة تزغرت في الشباك. يا حلاوتك يا حلاوتك وجمالك يا أبو تريكة، والله ما شاء الله. نمسك الخشب، تعادل. ادي فرحة الساحر أبو تريكة، صعد النجم الساحلي برصيد 11 نقطة والاتحاد الليبي، ويطلق سيداتي آنساتي ساداتي حكمنا الدولي المغربي محمد الأزاز بعد مصافحة لعصام الحضري وتهنئة له بالصعود للدور نصف النهائي وصدارة المجموعة، بيطلق النهاية بفوز النادي الأهلي على أسك ميموزا. أتمنى أن تنتهي المباراة هناك بفوز الترجي أو تعادلي مع الهلال، ساعتها سيكون الصدارة. لم أعلم النتيجة بشكلها النهائي، لكن هنا الأهلي تقدم وتفوق وفاز بالهدفين اللي سجلهم فلافيو في الدقيقة 30، وأيضا الممتع محمد أبو تريكة في الدقيقة 45.